من فضل الله على العبد أن ييسر له أسباب الخير بالتكلم عن أهل الخير وذكر مناهجهم وإحياء سيرتهم، وبالأخص إذا كان عن أهل البيت المنيف، عن الأرومة الطاهرة والدوحة النبوية الفاخرة. ومجلسنا اليوم أيها الأحباب عن حديث نبوي شريف جاء عن فضل أهل البيت المنيف، بيّن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وبيّن من يخلفه فيها ويستن بسنته، وذلكم قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعطرتي أهل بيتي. كثيرا ما نسمع الخطباء والوعظاء والمتكلمين حين يقول قائلهم ناصحا ومرشدا ومبينا للاعتصام بالإسلام حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، ويقول القائل وسنتي، ويضرب صفحا عن رواية وعطرتي، إما جهلا أو تجاهلا، مع أن رواية وعطرتي كما سنبين أوثق من ناحية الثبوت والمعنى، فرواية وسنتي فيها اضطراب في طرقها، ومنها من الحديثين من أنكر، ومنها مستنكر ومصحح لها ومقوي. أما رواية وعطرتي فلا خلاف في صحتها، بل قد بلغت مبلغ التواتر كما سنبين.